وهران، مدينة العرب والإسبان والفرنسيين، مدينة مرتفعة تدير ظهرها للبحر كما قال عنها الكاتب الفرنسي ألبير كاميو. هي أيضا مدينة أسطورية يغلفها الضباب. مدينة يصعب تمييزها أو فهمها من بعيد. مدينة حقيقية غير مزيفة. في البداية كان بحارة من الأندلس المسلمة أرادوا مرسل كبير، وهو المرسل الكبير في البحر الأبيض المتوسط. لكن في مرسل كبير كان ميناء كبير عظيم بورتيش ديفيني كما كانوا يقولون الرومان، ولكن ما كانش المياه، ما كانش الماء، والماء كان موجود في هذا الموقع بالذات، ماء رأس العين. لهذا كان ميناء وهران مدة 10 قرون ميناء مرسل كبير، ولكن المدينة شويدت هنا. كانت مدينة شويدت من طرف البحارة، جاءوا من الأندلس المسلمة من مدينة قرطبة الأموية، وأصبحت وهران مدينة أموية. ثم مر عليها الفاطميين والمرابطين والموحدين والزيانيين والميرانيين إلى آخره، حتى سقوط غرناطة في 1492 احتلها الإسبان لمدة تقريب 3 قرون. وفي هذا الموقع سيد الإسبان نظام معماري عسكري من نوع خاص، حيث يحتوي على تقريب 20 حصن وبرج وأبراج صغيرة، منها سانتا كروز، سان غريغوار، سان بيدرو، كاسيو فيوخو، سانت أندري، سان فيليب، روزا الكازار إلى آخره. هذو من بقايا النظام المعماري العسكري الذي شيد من طرف الإسبان. وحررت مدينة وهران في 1792، ودخلها الباي عثمان الكبير، وأصبحت مدينة عاصمة البايلك الغربي، حتى تسقط في أيدي الجيش الفرنسي في 1831. Il y a un grand manque des études sur la vie urbaine d'Oran. Je pense que peut-être il y a seulement 2 livres pendant les 30 années depuis ma résidence ici. C'est presque rien. Donc c'est pour cette raison que pour un historien c'est très fascinant, c'est chargé d'être ici, parce qu'il y a une grande opportunité, la porte est ouverte aux historiens pour découvrir les choses très important par rapport à l'histoire de l'Oranie. Ici, on peut voir les témoins, le témoignage du métissage du peuple depuis l'âge médiéval. Donc, c'est vraiment le commencement de mondialisation qu'on peut voir à Oran. C'est vraiment un endroit très spécial. وهران مدينة تحظى بمحبة المؤرخين. هذه المدينة التي احتفلت بعامها 100 بعد الألف تعج بالشواهد التاريخية، معالم تعبر بسهولة عن المراحل المختلفة التي مرت بها المدينة منذ نشأتها.
بعضها تحظى بزيارات منتظمة من العائلات الوهرانية مثل ضريح مولاي عبد القادر الجيلاني الذي بناه أحد مريديه سيدي بومدين الأب الروحي للتصوف الجزائري. يطل سيدي عبد القادر على وهران من أعلى، يعتبره الأهالي حامي المسلمين من الغزاة. من أجل ذلك بني الضريح على قمة أعلى من قمة جبل المرماجو التي بني عليها الحصن الإسباني، حصن سانتا كروز، معلم قوي بناه الغزاة الإسبان في سنة 1577 كي يحمي الجنود الذين يراقبون المدينة. إذا كانت مدن المتوسط تخشى البحر باعتباره جالبا للغزاة، فإن الشاطئ هو البوابة التي تربط الإسبان بالضفة الأخرى. يطل الحصن على كنيسة نوتردام الفرنسية إثر الوباء الذي عصف بالمدينة في سنة 1849. وضع الفرنسيون على المعلم تمثالاً لسيدة العذراء كي تطرد الكوليرا والأمراض. يطلق عليها المسلمون الجزائريون لقب للا مريم، وما يزال المؤمنون المسيحيون يحجون إليها. بعضهم يفضل النسخة المصغرة التي بنيت في مدينة نيم الفرنسية بعد استقلال الجزائر. تاريخيا كل هذا تاريخيا هي مر عليها الأسبان، والأسبان قام بها أكثر من 3 قرون أو أقرب من 3 قرون. بعد مر من هنا الأتراك، فيه أطلال تركيا، مر من هنا الفرنسيين الأوروبيين، يعني المعمار الكبير يعني هو الأوروبيين. هي كانت حتى مع عندما فرنسا دخلت اعتبرتها كمختبر، مدينة مختبر وين اختبرت فيها كل الأشكال المعمارية والهندسية. كل شيء في المدينة يذكرك بالحضور الفرنسي، المعمار، الشوارع، المسارح. بقي الفرنسيون 150 عاما في الجزائر وتصوروا أنهم لن يغادروها. لم يبقى الكثير من التراث الأندلسي، في المقابل يجتاحك بسهولة الشعور بأنك في باريس صغيرة. الناس هنا يتحدثون الفرنسية بطلاقة كبيرة، وحتى اللهجة المحلية فرنسية جدا. الجالية الفرنسية أيضا حاضرة في المدينة. روبير مهندس معماري يحيا هنا منذ سنوات طويلة. عاش روبير طفولته في وهران
قبل اندلاع حرب الاستقلال، ولم يستطع أن ينساها فعاد إليها. Oran, quand on le regarde de haut, ça fait plus penser, enfin la partie moderne d'Oran, au moins la partie après 1870, ça fait plus penser à une ville espagnole. Les espaces y sont très serrés, les rues sont relativement étroites, ce ne sont pas des villes qui respirent beaucoup. L'esprit andalou, il est plutôt dans les pratiques, dans la manière de travailler des maçons, dans des manières artisanales, ça reste comme une culture un peu technique plutôt, comme un pensée. Au mode symbolique aussi. Alors, surtout, les gens cherchent à se rattacher à une histoire. Alors, certains vous diront qu'ils se sentent andalous parce qu'ils n'endossent pas l'héritage, le patrimoine dans lequel ils vivent. Héritage et patrimoine qui sont hérités, eux, directement de la colonisation, puisque toute la partie d'Oran dans laquelle on est, de toute façon, a été construite après la colonisation. Hein? Alors après, un patrimoine, c'est comme un héritage, on l'endosse ou on ne l'endosse pas. Le Mouammer, ماشي بنا غير ليه، المعمر كون جبر يسحقني حتى بجوار وانا مي كنت جارو ما كانش يحبني يكون جارو. فعلا في قبل 62 كانت العائلات الجزائريه ما تدخلش لوسط المدينه، فعلا وسط المدينه ماشي مبني لينا، واش نبقاو نغلقوا المدينه ونبقاو ساكنين برا ولا كيفاه؟ Une grosse partie de la population oranaise et de tout l'ouest algérien est quand même issue, disons, des expulsions des Morisques en 1609, hein, et puis aussi d'un certain nombre d'autres aspects à peu près semblables, où des coutumes ont été conservées. Et il faut quand même pas oublier que dans l'Andalousie de la Reconquête et de la Post-Reconquête, on a eu affaire à de nombreux syncrétismes entre les trois religions du livre. Si bien que... Il n'y a pas vraiment matière à s'étonner. Après, il y a des héritages qui se font, il y a des transmissions qui se font, qui sont tout à fait en dehors des dogmes de l'un, de l'autre, comme du troisième. تختلط ثقافات متعددة في الشخصية الوهرانية، إسلامية وإسبانية وفرنسية. يعتبر الكثيرون وهران رمزا للتعدد الثقافي في الجزائر، وإحدى المدن الأكثر انفتاحا وتسامحا.